الحياة فعلا بتجيب لنا مفاجآت، وفي فنانين عرب زمان كانوا حافظين القرآن الكريم من صغرهم، بعد كده قرروا يلفوا الصفحة ويدخلوا في مجال الغنى. تعالوا نتعرف على الفنانين دول وقصصهم. أنا مش أنا، أنا واحد تاني غير اللي عرفته. مدحت صالح، في 1993 مدحت صالح خد المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم، وهو تعلم في كتاتيب مصر، وكان أزهري وخريج جامعة الأزهر، وكمان كان حافظ ومرتل للقرآن، كان بيتأثر بأسلوب الشيخ الحصري رحمة الله عليه، واسمه الحقيقي مش مدحت خالص، اسمه محمد محمود صالح. اتولد في رود الفرج سنة 1960، وبدأ مدحت صالح يغني في الأفراح الشعبية لحد ما بقى من أشهر المطربين في شبرا، واتجوز مدحت 5 مرات، وغير حلم بكر اسمه من محمد لمدحت، وبقى عنده أكتر من 100 عمل فني بين تمثيل وغنى، واتهم بالتطبيع مع إسرائيل لما راح القدس يعمل حفل غنائي، وجواز سفره اتختم بختم إسرائيلي، لكنه طلع وقال إنه ما يعرفش إن لازم أي حد علشان يروح القدس لازم يعدي بالختم الإسرائيلي. وبكده يبقى مدحت صالح بدأ حياته بالكتاتيب المصرية، وكمان كان الأول في مسابقة القرآن الكريم، بعدها غير لونه وبقى مطرب. اوعى حد يفكر ان مدحت صالح كان اول حد في حياته يحفظ القرآن وهو صغير وبعدها يغني، لان في الحقيقة الامور كانت مش كده خالص. الموضوع ده حصل مع فنانة شهيرة جدا وهي ام كلثوم، اللي نشأت في الريف وكان والدها ابراهيم البلتاجي مؤذن وحافظ للقرآن. زمان ام كلثوم بصت حواليها وسجلت القرآن بصوتها، مش بس كده كمان ظهرت في فيلم في سنة 1945 وهي بتتلو القرآن الكريم، ولكن حكمت فتاوى تحريم تلاوة المرأة للقرآن حالة دون الناس تسمع صوتها، وبعد كده اتجهت أم كلثوم للغنى. تالت شخص معانا هو بهاء سلطان. وأنا غلطان عشان حبيت وبين. في نوفمبر 2020 قرر يكون مختلف، ونشر مقطع صوتي لآيات من القرآن بصوته، والفيديو انتشر زي الفيروس على السوشيال ميديا، وكل حد بقى بيحكي انه تاب وانسحب من الغنى. وبهاء اسمه بالكامل بهاء فتحي عبد الله سلطان، ودرس موسيقى في كلية تربية موسيقية، وقال بهاء انه حافظ للقرآن كله وقت ما بعد الغنى. وبعد ما في اخبار انتشرت عن طلب انضمامه لنقابة القرآن الكريم، قال انها كانت إشاعة، وأكد أنه لما نشر آيات القرآن كان عايز يشارك جمهوره جزء من حياته، مش أنه يعتزل أو حاجة يعني. كاظم الساهر الملقب بالقيصر مش بس مطرب كبير لكن كمان قارئ للقرآن الكريم. لو رجعنا للتسعينات هنلاقيه في مسلسل الفارس اللي اتعرض في 1993، وكانت فيه قصة فنان شاب بيحلم يدخل عالم الغنى، بس كان شغله كمدرس في مدرسة من مدارس الموصل، وفي مشهد من المسلسل كان بيتلو سورة النصر للطلاب. أما بقى آخر حد معانا وهو علي الحجار، كان قارئ معتمد من الأزهر الشريف، وكان هو الوحيد اللي كان بيحمل إجازة للقرآن الكريم، قرأ مقاطع كتير جدا لأعمال فنية ومسلسلات. وممكن تتفاجئ لما تعرف إن الفنان علي الحجار قارئ معتمد من الأزهر وهو المطرب الوحيد اللي حمل إجازة، وحلم بكر عرضه ونصحه بالتركيز في الغنى لأن تلاوة القرآن ليها تقاليد وأصول.